ليلى علوي، انا سعيد جدا انك معنا في برنامج في بيت نظيف وسعدتينا بوجودك والله. ميرسي يا فايز، انا كمان سعيده جدا ودايما كل ضيوفكم حلوين يا رب. ايه رايك في البرنامج؟ جميل والله. يعني انا هسمع راي الناس اكيد. الجميل هو انا دلوقتي الشريكه معاكم فهسمع راي الناس. الجميل وجودك في البرنامج، وانا شاكره لك انه انت تفضلت علينا وجيتي وشاركتنا على البرنامج. ميرسي يا فايز، وكل التوفيق ليكم ولعيلتك الجميله. يا ربي يخليك. ايه رايك فيني وانا بخرج؟ لا انت عظيم، خليك مكانك ما تحركي لان انا هاخذ لونج. اوكي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك.